اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن اسامه برضو من اللعيبه اللي لازم نديها حقها النهارده رافت خليل. مظبوط. لعب جناح ولعب راس حربه واحرز هدفين. مظبوط. حتى يكون معانا الهدف الاول دلوقتي عشان برضو نحلله هدف من الاهداف الحلوه. مظبوط. هو من الناس الموجودين في المباراه وخاصه في نهايه الشوط الاولاني، يمكن هو قعد بتاع 25 30 دقيقه في الشوط الاولاني ما كانش واضح، لكن بس بعد كده كان مؤثر جدا في المباراه وشارك في الثلاث اهداف. طبعا هدفين بشكل اساسي، اللي هو الهدف الاولاني حلو قوي انفرد بحارس المرمى، ما تعرضوا لنا الهدف يا شباب، وحطها بكل ثقه واقتدار. تشيب باص شايف الحارس طالع على الهدف يا كابتن. اتلعبت ليه كويس قوي، استلمها اولا حلو قوي، بعدين راح شايف واحساسه بحارس المرمى كان ممكن يشوط تضرب في جسمه، لكن هو عملها تشيب باص من فوقيه، فتصرف هايل. ويعني هدف جميل يعني. كابتن حشيش الهدف الثاني برضه هو صاحب الهدف الثاني، هدف لما لعب راس حربه يعني كان عنده اصرار فيه. الهدف الثاني طبعا يعني انطلاقه اساسا عشان تتلعب له الكوره في المساحه الفاضيه، دي حاجه مهمه جدا، عنده رؤيه. ده الهدف الثاني برضه رافت خليل. طبعا برضه اللفه نفسها بالكوره، هو ظهره للجون، احساسه بالحته اللي هو فيها، بالرغم ان هو بيلعب طرف يمين يا اسامه، انما جه في الحته اللي في القلب كراس حربه، عنده احساس راس الحربه ان هو يلف دايره كامله عشان يحط الكوره بشماله. كوره صعبه جدا جدا يعني، عنده اصرار كمان على المتابعه. بالظبط كده. بالظبط كده. وانا عاجبني قوي اسامه في الهدف الثالث، يعني في ناس ممكن ما تاخدش بال، انا عاجب يعني ميدو عمل ذكاء ملعب زي ما بيقولوا، الذكاء لانه الكره تعدي من فيها، لانه هو لو يعني لو هو ما عندوش حسن تصرف او غشيم ممكن يفضل واقف زي ما هو تروح خبطه فيه، لكن هو احساسه بميدو وهو داخل وبيلعبها ببطنه رجله الشمال. الهدف الثاني وطى كويس كمان. المتابعه طبعا. اسامه المتابعه الاولانيه والثانيه. طب اخيرا يا كابتن اسامه، مين رجل المباراه من وجهه نظرك؟ بص، هما في اتنين، ميدو ورأفت، بس انا هدي رأفت عشان جاب هدفين وشارك في الحشيش. حد لميدو خد الكريمه الاخرانيه بالقضية يعني. طبعا خلي بالك احنا هنا واحنا في استاد الاشبال دايما زي ما الكباتن بيتكلموا عن ميدو نبيل ورأفت خليل ويوسف شريف وبنسلط الضوء على المواهب، برضه بنسلط الضوء على التحكيم. احنا جايين هنا في استاد الاشبال علشان نبني القاعده، قاعده لاعبين ومدربين واداريين واجهزه طبيه وايضا تحكيم، اللي هو عنصر مهم واساسي في المنظومه الرياضيه. النهارده يعني هنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس اللي عنده شغل كتير النهارده. منور يا كابتن ناصر. تحياتي كابتن اسامه وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي طبعا لنجومك الكبار كابتن محمد حشيش وكابتن اسامه عرب. مبروك النادي الاهلي على النتيجه وهارد لك لنادي الداخليه. شباب. زي ما حضرتك قلت قبل كده واحنا قلنا كابتن ان النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي هي واخده السبق فيه، في ايه؟ في تطوير اداء الحكام، في شرح تعديلات القانون، وزي ما قلت احنا مش موجودين هنا كابتن حشيش عشان خاطر نجيب اخطاء تحكيميه للحكم، ولكن احنا هنا عشان نطور من اداء الحكم. وايضا القناه النهارده اكيد النهارده الناس كلها هتشوف وهتتابع حاله من الحالات المهمه عندنا النهارده، حاله يعني كل الناس هتتكلم عليها، صعبه جدا 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 على حكم المباراه وعلى لجنه الحكام. لا لازم نقف وقفه يا كابتن اسامه النهارده، في هدف جه للاسف الشديد طبعا، يعني ما حدش متخيل الهدف ده جه ازاي وازاي اتحسب. طبعا هيجي الهدف وهنشرح فيه بالقانون ماده 8، ولكن اللي احنا عاوزين نقوله يعني النهارده يجب ان احنا يكون في وقفه مهمه من لجنه الحكام مع الحكام. مفيش حكم يطلع يدير مباراه في بطوله زي ديت الا لما يكون متاكد ان هو على علم كافي من القانون ومن الحالات اللي هي تطبق داخل ميدان اللعب. ولازم يكون في متابعه ايضا من لجنه التحكيم علشان نبدا نعد كوادر وحكام جدد للكره المصريه. عندنا النهارده طاقم التحكيم هو كله من منطقه القاهره كابتن اسامه. اقول الاسماء لحضرتك. اتفضل. حكم الساحه كابتن محمد خالد عبد الفتاح 25 سنه، مساعد اول ممدوح موسى، مساعد ثاني احمد عادل عبد الفتاح، كل واحد فيهم 27 سنه. ده طاقم تحكيم اليوم. طاقم تحكيم من منطقه القاهره كلهم درجه اولى، درجه اولى ديت يعني النهارده خلاص انت وصلت ل ثانيه وتبقى حكم دولي. حتى لو لجنه الحكام النهارده مش شغاله معاك، انت كحكم يجب عليك انك انت تطور من ادائك كابتن اسامه. معاك القانون اللي يعني احنا المفروض القانون مع كل حد. لازم انك انت تراجع القانون، واللي مش معاه القانون ما يقراهوش يخسر كتير
جدا في التحكيم. هنروح للحالات التحكيميه واحنا واحده واحده على طاقم التحكيم. زي ما قلت الهدف مش هندوس على الناس، ولكن الهدف احنا عاوزين نوصل رساله للكل ان التحكيم عندنا في خطر، ولابد الناس تشتغل، يعني تشتغل على حكامها، عشان بالشكل دوت احنا بادين موسم كبير هتبقى الامور صعبه بالنسبه لنا. نروح لاول حاله نشوف هنا الحاله الاولى. هنا بنقول هنا مهاجمه كابتن اسامه، الحكم يبعد تقريبا 7 متر. نشوف المهاجمه داخله ازاي، نشوف اللاعب ستوب فيها تهور. لما يكون في قدمين رايحين وبتعمل انت التاكلينج، خلي بالك في مشكله. لو الرجل ديت او الستارز راح في الركبه او في حته من الساق فيها طاقه حمر طبعا. انا النهارده حاله زي ديت الحكم هنا لم يشهر البطاقه، وهنا انا شايف ان هنا بطاقه صفراء مستحقه لم تشهر من حكم المباراه محمد خالد. بقول له محمد ده خطا بتهور الف بتحكيم، لابد انك انت تدي بطاقه صفراء. نمر ونروح للحاله دي اللي بعد كده. صفراء ولا حمراء يا كابتن؟ دي صفراء، لان الرجل لما راحت كابتن حشيش وهي راحت نزلت هي كانت عاليه وهو في البدايه انما في نهايه الرجل القدم نزلت على الارض، فالقوه قلت والسرعه قلت، فالتاكلينج نزل على الارض خد من تحت ما خدش من فوق، لان ما لو في من فوق تبقى بطاقه حمراء مباشره. يلا خلينا نروح للحاله الثانيه، حاله مهمه جدا يا محمد، وانت حكم يعني ان شاء الله تكون كويس. هنا الكوع في وجه لاعب نادي الاهلي، نرجع ثاني ونشوف. شوف هنا الكوع، هنا نشوف الاول الراجل عدى ولكن هنا والحكم قريب الزاويه مفتوحه بالنسبه له ومفيش اي عائق للرؤيه. كابتن اسامه ده اللي احنا بنقوله هنا، مخالفه واضحه تستحق على الاقل، خلي بالك كمان ان لم يكن بطاقه حمراء ولكن هنقول ان هي بطاقه صفراء. الحكم لم يشاهد الحدث تماما، باصص تحت بس، اشار باستمرار اللعب وكان شيئا لم يكن. محمد انت حكم درجه اولى واعد، يعني بنامل فيك انك انت ان شاء الله تكون حكم كويس، ولكن خلي بالك من الحالات دي مهمه جدا جدا في المرات القادمه. نمر نروح للحاله اللي بعد كده. شوف هنا انت اللي فاتت ما اديتش فيها انذار خالص يا كابتن اسامه، اللي هي تستحق البطاقه، اللي هو اللاعب اللي راح مهاجمه برجلين الاثنين. تعال شوف الحاله ديت، حاله من الحالات يعني حاجه كده بسيطه يعني، ولكن هنا يعني انت فاول عادي وجيت هنا اديت البطاقه، يعني طب هما احسن يعني هما اقوى الخطا ده ولا الخطا الاولاني؟ يعني هنا في اختلاف في المعايير، ولابد يكون الحكم عنده المعايير واحده في كل الاخطاء. يلا خلينا هنا هو اشهر بطاقه ونقول ماشي نمشي معاه في البطاقه تعطيل الهجوم الواحد. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. الدفع موجود؟ موجود تماما، مفيش مشكله، برافو يا محمد هايل. كابتن اسامه احنا كنا اتكلمنا انا وانت وقلنا التنفيذ. تعال بقى روح للتنفيذ بسرعه. هنا محمد خالد ابتدى يعد تمام ال 10 او 9 15 ويعد تمام 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 تمام. ومحمد هقول لك حاجه ليك ولزمايلك كلهم ستوب. محمد راح فين؟ هنمشي. هنمشي معنا. اختفى تماما يا كابتن اسامه. السؤال يا كابتن اسامه عرابي. كابتن حشيش. لا خليك معايا من فضلك رزق، خلي الكوره من فضلك واقفه وخلي اللعيبه على الحائط الدفاعي واقفين عشان هشرح في النقطه دي مهمه. خلاص نمشي. نمشي تمام 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 تمام، خلي اللعيبه تقف في الحائط الدفاعي وقف لي هنا لحد دلوقتي الحكم. بعد الحكم ما يروح مكانه وياخد التمركز بتاعه. هيخرج بره الكادر هنا. هيخرج بره الكادر خالص تمام الحكم. خلي بالك هنا الناحيه العكسيه من الحكم المساعد، يعني ايه؟ هنا مفيش حكم مساعد ناحيتني. صح. السؤال كابتن اسامه، لو الاوفر ده اتعمل وهذا اللاعب اللي هو على خط منطقه الجزاء طلع عمل بلوك للكره بايديه، الحكم مين يشوف؟ مين يشوف؟ الرؤيه صعبه بالنسبه للحكم. يشوف حاجه المساعد الناحيه الثانيه، مش عارف. عارف لو مساعد، لو لعب دي ناحيه المساعد هقول لك المساعد ممكن يديله ويتعاون معاه بالقرار. ولكن هنا يا محمد هقول لك على حاجه مهمه جدا. اولا انت سمحت بان الناس دي تقف على الخط، كان ممكن تقدمهم خطوه او ترجع بيهم خطوه جوه. حتى لو جت في ايد حد تبقى انت شايف المخالفه فين. ولكن من هنا انت ما شفتش حاجه خالص، وتمركزك طبعا كان يجب عليك حلول انك انت تيجي هنا في الحته دي كده كابتن، يفتح نفسه لزاويه الرؤيه عشان تشوف لو في بلوك هنا بالايد واللاعبين ثم بعد ما تتلعب تاخد سبرنت وتروح رايح عند. مظبوط. في حاجه كمان يا كابتن، يعني اتفضل. هو لما وقف الحيطه ومشي، الحكم المفروض بيسيب اللي وراه خالص ويبقى نظره اللي قدام، ولا هو راجع بيبص عشان الحيطه يعني لو اتحركت كده ولا كده؟ كلامك ممتاز يا كابتن حشيش. انا برجع بظهري عشان اشوف الناس دي قدمت، برجع بظهري وبعد ما اتاكد تماما ان الحائط الدفاعي سليم ابتدي اشوف اللعبه. صحيح. وابتدي لان ادي انا بدل اشاره بس قدامه ومشي خالص. بالظبط محمد، لابد انك انت تخلي بالك من اللعبه دي، وكل حكام مصر كابتن بتقع في النقطه دي كابتن اسامه، بيسيبوا المنطقه دي فاضيه ودي ممكن يحصل فيها مشكله. احنا بنكرر، احنا مش جايين ننتقد الحكام، احنا جايين
النهارده بلغه كوره، ده درس خصوصي من الكابتن نصر عباس للحكام. اتفضل يا كابتن. تمام، نمر وروح الحاله بعد كده. تمام، يلا يلا نشوف. هنا حاله من الحالات المهمه. وهنا محمد بعيد شويه، محمد لازم تاخد سبرنت شويه. خدت القرار في الحاله ان هناك ركله جزاء صحيحه، انا معاك. هنا حارس مرمى طلع ولم ينجح في لعب الكره، ثم سقط، ثم هو نازل شد بالايد اليمين. في حاجه بس يا كابتن ناصر، نعم، ايد لاعب الشرقيه الدخان الشمال الاول مش راحت هنا في وش حارس مرمى الاهلي؟ بص يا كابتن، انا هنا كلاعب بطلع ارتقي، يعني في ارتقاء، هو مين ورا مين؟ ده اللاعب الاهلي ورايا، ولكن انا طلعت ارتقيت، هو طبيعي ان انا وانا نازل ايديا ممكن تسند يا كابتن اسامه، ولكن هو لم يرتكب مخالفه وهو طالع بيلعب بدماغه. انا شايف ان مخالفه ركله جزاء موجوده. تمام، بس انا شايف ممكن يبقى الايد ممدوده الاول راحه في وش حارس المرمى. يعني طبعا اللعبه الثانيه فيها شد من حارس الاهلي. بص لو احنا بنلعب على اللعبه الثانيه، لكن كان في ايد. خلينا نتكلم هو مسموح بيه، يعني هذا الالتحام من المهاجم وحارس مرمى مسموح بيه، ولكن هنا زي ما قلت انا كلاعب مهاجم لم ارتكب مخالفه مع الحارس وهو طالع، يعني حضرتك شايف احتكاك عادي، نتيجه ان انا طالع فوق، فبالتالي الايد شايف. هنا طبعا حارس هنا استعجل شويه، وهنا شد، وركله جزاء هنا موجوده الحقيقه طبعا صحيحه. بقول محمد انت حسبت بس انت كنت بعيد شويه عن الحدث. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده، وحاله من الحالات المهمه. شوف هنا طبعا حارس المرمى، نشوف التنفيذ هنا، دي تنفيذ ركله الجزاء. لحظه التنفيذ بس من فضلك لو سمحت، نرجع تاني. ايوه تمام تمام تمام، وهنقف نمشي كمان ستوب ستوب. هنا كابتن تقريبا التنفيذ صح، حارس المرمى على خط المرمى، وبالتالي مفيش اختراق من المرمى من الحارس. وهنا طبعا التنفيذ كان صح من محمد، نقول له كويس يا محمد التنفيذ كان صح، مفيش دخول قوي او واضح من اللاعبين، ومفيش تحرك من حارس المرمى. يلا خلينا نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. هنا هدف طبعا ولا اروع، هنا طبعا اللاعب عمل شيب لحظه خروج الحارس، وهنا الحكم المساعد اشار باستمرار اللعب. طبعا هنا نرجع تاني، انا عاوز بس لحظه التمرير عشان البعض هنا قال ان هنا في تسلل، بس هرجع تاني كده لحظه بس كابتن. هنا طبعا انا ما عنديش زاويه خالص كابتن اسامه، طبعا لحظه التمرير وموقف اللاعب هنا مش باين قبل، ولكن بالحس كده بتاعنا كلاعيبه كوره وحكام ان المهاجم النادي الاهلي رايح من نص، يعني رايح من نص الاثنين لعيبه، بنشوف كده نص الملعب، من نص الملعب نشوف كده ونشوف لحظه التمرير، نمشي اللعبه، نشوف نمشي، خلاص نمشي بقى نمشي. هو راجل اهو يعني حتى كمان اتاخر سنه وراح، وهنا الهدف هدف اعتقد. لا احساس لعيب الكوره ما كانش ما كانش فيه تسلل هنا وهدف. الصوره طالعه بعد ما مشيت من الراجل الاولاني بتاع متر ونص ولا مترين. انا بقول ان هم اعترضوا جهاز الدفاع اعترض كابتن اسامه على الحاله، لكن هنا هدف سليم للاعب النادي الاهلي. نشوف الحاله اللي بعد كده سريعا، الحالات كثيره جدا. ركله الجزاء الهدف السليم محمد هنا خالد، شوف هو يعني قريب قوي وهو تردد سنه يا كابتن اسامه، خلي بالك خد القرار من مين؟ من الحكم المساعد الهايل، الحكم المساعد هناك هايل هايل هايل، اللي هو اداله المخالفه. وبالتالي نشوف هنا لاعب الشرقيه عدى، وهنا العرقله واضحه جدا وركله الجزاء موجوده، ولكن محمد يمكن هنا استنى وانتظر المعاونه. وهنا في دعم من المساعد رقم تقريبا اثنين اللي اشهر ادى البطاقه ادى ركله الجزاء، وهنا ركله جزاء صحيحه نتيجه العرقله الواضحه. تعال بقى نروح للحاله اللي كان عليها جدل كبير يا كابتن ناصر. يلا قبل ما نروح للحاله يا كابتن، نشوف الحاله الاول يا كابتن، وهنحكي بالقانون يا كابتن اسامه، نحكي بالقانون. يلا نشوف الحاله، وطبعا نرجع تاني، يعني انا حابب ان انا اعيد الكره. ستوب كابتن هنا كابتن اسامه كابتن اسامه كابتن حشيش، انا النهارده القانون بيديني الحق في ان انا احتفل، بس الاحتفال ما يكونش مبالغ فيه. يعني ايه مش مبالغ فيه؟ يعني لاعب ما يطلعش على المدرجات ويقف مع الجمهور ومش عارف ايه وكلام، انت عارف الناس بتحتفل لسه باحتفاظ الهدف، وده مشروع في قانون القدم. تعال نروح للقانون ماده 8 في ركله البدايه، اللي بيحصل احنا بنتكلم يا كابتن اسامه هنا من خلال القانون كابتن حشيش. هنا لعيبه النادي دخان كلهم في ملعب النادي الاهلي، انا كحكم ما عنديش مشكله، المفروض ان اللعيبه دي كلها ترجع في نصف ملعبها، ولو في تاخير معايا البطاقه، اي لاعب هياخر السنه في اللعب هشهر البطاقه الصفراء او الحمراء على حسب انا ما اشوف. ولكن اللي حصل النهارده محمد عمل ايه؟ النادي الاهلي يلا خلينا نمشي، ومش شايف اللي في ظهره خالص، ده كل الفرقه ورا يا كابتن، والجهاز الفني كمان ورا، وكل الدنيا ورا، وخلى لا طبعا دي طبعا خطا تحكيمي غريب،
غريب يعني. النهارده الخطا ده لابد ان الكل يقف عنده يا كابتن اسامه، لابد ان الكل يقف، لجنه حكام ولجنه فنيه وحكام، ان الخطا ده لا يمكن ان يكون في مباراه زي ديت ويكون فيها خطا. تعال نروح للماده 8 عشان نوضح ان كلامنا. طب سؤال معلش يا كابتن نصر لو سمحت، معلش يا كابتن اسامه عربي، طب لو لعيبه الشباب الدخان النهارده بتحتفل بالهدف خارج الملعب كابتن، انا ما عنديش مشكله، ما انا من حق احتفل حتى اطلع بره. انا قلت لك حتى امتى لو بره القانون بيسمح لك انك انت تحتفل بالهدف، واي نادي واي فرقه يا كابتن اسامه بيطلعوا لعيبه يحتفلوا بس الفرحه ما تبقاش مبالغ فيها. قلنا امتى تدي انذار وما تستأنفش، لما اللاعب ان هو يتسلق السياق بتاع الجمهور ويتعطل انت بترجع تدي له انذار، لما اللاعب يقلع التيشيرت او اللاعب ياخر نزول. ولكن هنا الناس ما زالت موجوده عندك في نص ملعب كابتن. ده كمان يا كابتن في جهاز والجهاز كله يعني اللعيبه في الملعب والجهاز وكل الدنيا موجوده. دي اللي كنت اقولها، ادى ظهره للعيبه وبص للكوره بس. هات لي بس الماده 8 بعد اذنك معلش عشان نختم بيها. يا ريت تجيب لي الماده 8. احنا النهارده كان عندنا كابتن، احنا عندنا النهارده كان تعديل في مخالفه لمس الكره بالايد، حتى ما عندناش وقت نحكي فيه. عايزين نشوف برضه التعديل، اعرضوا لنا التعديل عشان كابتن نصر يتكلم عنه، التعديل الجديد في كره القدم عشان برضه اللعيبه. نشوف الاول الماده 8 يا كابتن اللي هي خاصه بالهدف اللي تم احتسابه وده الحكام مصر كلها يا جماعه النهارده خلي بالكم. بس هنقف كابتن هنا، الماده 8 اللي هي بنقول عليها ابتداء واستئناف اللعبه كابتن اسامه كابتن حشيش، بنقول ايه؟ تعالى هنا نقول في ركلة البداية كافة اللاعبين يجب أن يتواجدوا في النصف الخاص بإيه؟ بفريقهم أو ملعبهم. يبقى كل اللعيبة قبل ركلة البداية تبقى موجودة في نصف ملعب الخاص بيهم. تمام؟ طب إيه تاني؟ تاني بنقول لك يجب أن يبتعد لاعبي ما عدا اللاعب اللي بينفذ الركلة. مين اللي بينفذ الركلة؟ أنا مثلا بنفذ الركلة كابتن، أنا ممكن أقف في ملعبي أو أقف في ملعب الخصوم الوحيد، بس اللي له الحق ممكن يقف هنا وهنا وهو بيعمل ركله البدايه. طب ايه تاني؟ جميع اللاعبين اللي هم المنافسين على بعد 9 15 9 متر 15 او 10 يارد من الكره، ثم بعد كده الكره تكون ثابته ثم تركل وتلعب بوضوح بعد اشاره من حكم بار. دي اجراءات اسمها اجراءات تنفيذ ركله البدايه يا كابتن اسامه. الموضوع مش كده، لا، لابد انك انت كحكم تبقى عارف الاجراءات في التنفيذ، اجراءات تنفيذ ركله الجزاء، اجراءات تنفيذ ركله البدايه، اجراءات تنفيذ ركله المرمى، دي كلها حاجات بدائيه في قانون كره القدم. طبعا انا بقول القانون اهو ابتداء واستئناف اللعب ماده 8 شرحت ان الواجب كان اللاعبين يبقوا موجودين في نصف ملعبهم، وطبعا ده خطا. بقول يا محمد انت النهارده يعني هارد لاك وان شاء الله بس في حاجه يا كابتن ناصر. اتفضل. خطا زي ده وبالشكل ده في مباراه مذاعه للهواء، ده جرس انذار للجنه الحكام وايضا يعني الفرع لمنطقه القاهره، برضو لجنه الحكام في منطقه القاهره ولجنه الحكام في الاتحاد المصري لكره القدم، علشان النهارده احنا لسه بنبتدي بدايه موسم بخطا زي ده واضح. لا، لازم يبقى النهارده في تعليم اكتر واهتمام اكتر بالحكام. ممتاز يا كابتن. وبعدين هقول لك على حاجه، هو الحكم كان خلاص مقتنع ان هو يحسب الهدف. لا وكابتن في حاجه، طب لو الكره دي اتحسبت والماتش انتهى كده ده خطأ. خطأ في تطبيق القانون. هو هنا المساعد حقيقة، طبعا انا بحيي المساعد لان هو اللي دخل الملعب كابتن حشيش وقال له ان هنا في خطا، وهو لولا المساعد كان يعني لو المساعد لو مش فاهم كان بقت كارثه النهارده كابتن اسامه. طب لو الماتش انتهى كده يا كابتن؟ كابتن ما احنا هقول لك اهوت هنا لجنه المسابقات هنا بتاخد القرار القانون. خطا في القانون، خطا في القانون النهارده انت بتستأنف والاستئناف بتاعك في الاجراءات كان استئناف خاطئ. انت عارف يا كابتن هي المشكله الوحيده اللي انا في رايي يعني وهي دي قمه بقى الصعوبه اللي فيها ان في احيانا حاجه الحكم ما بيشوفهاش فما بياخدش باله. ايوه، انما دي يعني حاجه باينه قدامه لان هو راح على الكوره مع الناس اللي بتسنتر وشاف الملعب الثاني فاضي تماما. اقف على اللعبه بص يعني زي ما كابتن يعني حشيش ولا كابتن ناصر شايف ولا بص الحكم هو راح يعني هو يعني مش شايف كل اللي في ظهره. لا، ارجع لنا بس من البدايه، من البدايه لو سمحتوا. نرجع من البدايه مع كابتن اسامه، رجعوا لنا من البدايه، نرجع من البدايه مع البدايه خالص لو سمحتوا. رجعوا من البدايه مهمه للناس كلها. لاعب الاهلي بيحط الكوره عشان يبتدي السنتره تاني من الاول. تمام. بص الحكم بيبص فين؟ تمام، لازم الحكم يشوف في ظهره مين اللي موجود عشان اللعيبه يرجعها. كابتن اسامه طبعا كلامك، احنا قلنا قناه الاهلي النهارده جرس انذار. لا، جرس انذار بجد لان دي حاله من الحالات. لا مش هنقف يعني هنقف عندها كتير جدا جدا لان دي مباراه مذاعه النادي الاهلي مذاعها، ممكن المباراه دي تكونش مذاعه، تكون في ملعب تاني ويحصل الكلام دوت. فاحنا النهارده بنقول ايه؟ هنا قناه النادي الاهلي بتقول ايه؟ للكل، احنا معاكم ودعمكم وبنطور من اداء الحكام وبندي القانون، بندي تعديلات القانون. عاوزين ايه تاني؟
يعني في ايه تاني نقدر نقدمه من خلال قناه او شاشه النادي الاهلي؟ بنقول النهارده احنا مش بننقد التحكيم، ولكن احنا بنساعد الحكام ولجنه الحكام في تطوير اداء التحكيم يا كابتن اسامه. وانا هاخد من كلامك يا كابتن ناصر واقول علموا الحكام، علشان اللقطه دي بالشكل ده شكلها مش ظريف. كابتن ناصر في حاجه بس يعني احنا النهارده كان المفترض يا كابتن اسامه عندنا فقره تعديلات، بس طبعا الوقت ما فيش وقت، اللي هي كانت خاصه بمخالفه لمس الكره بالايد. طبعا نتمنى ان شاء الله في الحلقه اللي جايه ان شاء الله نعرض تعديل من التعديلات اللي احنا كنا بنقول عليهم في خلال القناه. طب ابرز التعديلات ايه يا كابتن ناصر؟ هي مخالفه لمس الكره بالايد، يعني في حاجه مهمه جدا عشان برضو حتى الجديد اللي بنتكلم يا كابتن في صوره، حتى لو معايا الصوره طلعها بسرعه مش هتاخد نص دقيقه، اللي هي البعض بيقدر ما بيقدرش يفرق ما بين الذراع وما بين الكتف. فهنا الصوره هنا بتوضح امتى احسب لمسه يد يا كابتن حشيش وامتى ما احسبش. لو انا معايا هنجيب لك الصوره حالا دلوقتي، لو معايا الصوره هنجيبها لك دلوقتي. الصوره دي مهمه جدا وهي بألف كلمه معاك يا كابتن. شوف يا كابتن هنا بيقول ايه؟ نو هاند بول. نو هاند بول يعني لا لمسه يد. منين بقى يا كابتن؟ احنا قلنا الجزء الاعلى هو ده من الذراع، هو نفسه الجزء السفلي من القابط، القابط اللي هو ايه ده. اذا الحته المنطقه الخضراء دي يا كابتن لو الكره جت فيها يا كابتن اسامه وجبت بيها جون يستمر اللعب. نو هاند بول. طيب من بعد المنطقه اللي هي الجزء الاحمر دوت لمسه يد، الهاند بول هنا لمسه اليد. دي بدايه بس في بدايه التعديل بنقولها عشان الناس تفرق ما بين لو جت في الكتف ناخد قرار ايه، ولو جت هنا من تحت الكتف ناخد القرار ايه. كابتن حشيش دي حاجه صغيره والتعديلات كتيره والحاجات كتيره، بس الوقت طبعا مش هيسعفنا النهارده نحكي تاني. بنقول تاني بقول مش مجامله، النهارده احنا بندي درس تحكيمي للكل. حكامنا المفروض انك انتوا اقروا القانون، اقروا مره واثنين وثلاثه. اللجنه الحكام تشتغل مع حكام، الحكم مش جاهز يقعد، الحكم اللي ما نجحش في الامتحان يقعد، لان النهارده الموقف دوت لو حصل في 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 مباراه في الدوري الممتاز يا كابتن هتبقى كارثه للتحكيم. اشكرك طبعا وبشكر الوقت اللي انت اديتهوني في شرح الحالات التحكيميه كابتن. بشكرك يا كابتن ناصر، شكرا جزيلا، دايما بنستمتع بيك. شكرك شرفتنا ونورتنا. الله يخليك. بشكر ضيوف الكرام ايضا الكابتن محمد حشيش، شرفتنا ونورتنا يا كابتن حشيش. متشكر جدا ودايما في انتصارات كده ان شاء الله. ان شاء الله. ايضا بشكر نجم الاهلي الكبير كابتن اسامه عرابي، شرفتنا ونورتنا يا كابتن. شكرا لك يا اسامه، ومبروك لفريق 2003 اول ماتش ليها ان شاء الله. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وايضا مبارك لفريق 2003 دايما في انتصارات قادمه. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا بهذه المباراه. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ودايما نلتقي على خير واستوديو تحليلي ومع استاد الاشبال. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، شكرا والى اللقاء.